السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 11 صباحا بتوقيت الجزائر، أهلا بكم مشاهدين إلى نشرة الأخبار. بداية، أجرى أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، وخلال اللقاء تطرق السيد الرئيس إلى قضايا تتعلق بملفات الجبهة الاجتماعية والقضايا السياسية والاقتصادية والدبلوماسية. السيد رئيس الجمهورية وفي معرض حديثه عن الملفات المتعلقة بالمرفق العام أكد أن تعميم الرقمنة في جميع مناحي الحياة بالجزائر ستصبح واقعا سواء بالإرادة أو بالقوة. الرقمنة تعطيك أرقام حقيقية، الرقمنة ما تكذبش، الكمبيوتر ما يكذبش، ما يزورش، ما يدركش عليك الحقائق، وتخلي سرعة في معرفة المشاكل وسرعة في حل المشاكل. إلى يومنا هذا ما فيش رقمنة، كأن الضبابية يعني هو هدف، وهدف تاع بيروقراطية، وهدف تاع الناس اللي يدرقوا وراء الضبابية. أمور هذه لا نيميريزاسيون تندار إن شاء الله بالإرادة ولا بالقوة. السيد رئيس الجمهورية أكد أن الحق النقابي والحق في الإضراب مضمون دستوريا لكن بالطرق السلمية والقانونية. الحق يحتج، خليه يحتج، الدستور يعطيه الحق باش يحتج، نقول 34 نقابة باش تحتج. أنا أقول لك أنت تقبل، المنطق يقبل باش في وزارة واحدة 34 نقابة في وزارة واحدة؟ حق نقابي مضمون دستوريا، واللي يحاربوا راه يحارب في الدستور. حق الإضراب، قلنا حق الإضراب حق مضمون دستوريا، قرا الدستور يضمن لك الإضراب تاعك، ولكن الإضراب باش يصوني التليفون تاعك على 10 تاع الصباح وتلقى اوني اون غراف ابارتير دو ماتنون، شو عايشين في أدغال ولا عايشين في؟ وعن حرية الإعلام أكد السيد رئيس الجمهورية بأنها مكفولة ديمقراطيا شريطة أن لا تبنى بالسب والشتم. فيه بعض الصحف بارزة والدافع عن الوطن، ولما مسؤول يغلط يقولوا باللي غلط، يقولوا له غلط، هذه هي الديمقراطية. أعتقد أن هما اللي لازم يفرضوا أنفسهم، ما يقبلوش الوصاية عليهم لا من سفارة ولا من دولة أخرى ولا من كذا. هذا مكان ممنوع تتمول من طرف الخارج، ممنوع تقبل باش تكون حصان طروادة ولا تكون خبرجي. الديمقراطية ما تتبناش بالسب والشتم. وهذه يقول لك في إيش حنا قانون اللي خديناه، فيه ناس بالنسبة ليه هو باش ينطق إلا باش يشتم. شكون يعطيك الحق باش تشتم الاخر انت؟ شكون يعطيك الحق باش تشتم منطقه؟ شكون يعطيك الحق انت باش تجي داخل التاريخ القديم ولا المعاصر تاعنا وتقول فلان وطني وفلان ماشي وطني؟ هاد الناس هادو اللي راهم يعاقبهم القانون الا من اجل القذف والشتم. ولدى تطرقه إلى القضايا الإقليمية والدولية الراهنة أكد السيد رئيس الجمهورية أن حل الأزمة في ليبيا سياسي ولا يتأتى إلا من عند الليبيين أنفسهم من خلال إجراء انتخابات شفافة ونزيهة تشارك فيها جميع مكونات الشعب الليبي. أنا من أول وهلة من برلا وأنا أقول الحل يجي من أشقاء الليبيين. أمم اون ديسيد با اذر بلاس. الحمد لله اليوم كل الدول العظمى ماشيه مع الجزائر على الانتخابات، خلاص كل قبل الانتخابات. بينما لما كنا نقولوا انتخابات كانوا يعتبروها سذاجه. اليوم كاع الناس رجعت للانتخابات. وهذا سي بور سا شوي اوبتيميست، لان الانتخابات هي بدايه الحل. في موضوع آخر، وإثر حديثي المرور الأليم الذي خلفه انقلاب حافلة على مستوى الطريق الوطني الرابط بين البويرة وتيزي وزو والذي خلف وفاة 10 أشخاص وعشرات الجرحى، تقدم السيد رئيس الجمهورية بتعزيه القلبية لكل أسر المتوفين، حيث كتب على حسابه الرسمي في تويتر:
لا حول ولا قوة إلا بالله، إن القلب ليحزن من الحادث المروع الذي أودى بحياة أطفال ونساء ورجال بتكجدة. أتقدم في خشوع بالتعزية القلبية لكل أسر المتوفين رحمهم الله ودعاء للجرحى بالشفاء العاجل. إن لله وإنا إليه راجعون. وعلى خلفية هذا الحادث الأليم، تنقل اليوم وزير الصحة عبد الحق السايحي رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو إلى مستشفى محمد بودياب بالبويرة، حيث وقفا على الحالة الصحية للمصابين في ظروف التكفل بهم. الحادث إذن وقع عقب انقلاب حافلة بمنحدر حوالي 150 مترا على مستوى بلدية تكجدة، وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى محمد بودياب البويرة للتكفل بهم. التفاصيل مع عبد السلام حباس. 10 ضحايا و39 جريحا في حصيلة أولية بحادث مرور بالطريق الوطني 33 الرابط بين ولاية البويرة وتيزي وزو. للأسف شهدت ولاية البويرة حادث مأساوي بالطريق الوطني رقم 33 بالمنطقة المسمى تكجدة، أين خلف هذا الحادث انحراف حافلة لنقل السياح الذين كانوا على مستوى هذه المنطقة. هذه الحافلة للأسف انحرفت عن مسارها من الطريق وتوجهت مباشرة إلى منحدر صعب. للأسف وقع حادث مميت للمرور على مستوى الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولاية البويرة وولاية تيزي وزو، بالضبط في المنطقة المسمى تمليلين. الحادث لحافلة لنقل المسافرين قادمة من الجزائر العاصمة على متنها عائلات في رحلة سياحية إلى منطقة تكجدة. حصيلة ثقيلة تم التكفل بها في مستشفى محمد بوضياف بالبويرة، وشهود عيان يروون تفاصيل الحادث. الحمد لله كنا في الكار تقلبنا، تقطعت له ليفنا، بدا يزكزاك تقطعت له ليفنا، هبط بينا في تحت الجبل، طحنا ودوكا رانا الحمد لله. احنا كنا في البيس، كنا كملنا جينا رايحين، ومن بعد تيك شغل البيس راحوا له ليفرا، قالنا روحوا له ليفرا، والناس بدات تعيط ويقولوا له مريح ما تخلع فينا وكاع، شغل كي طاح ما طاحش كاع في الارض. قعد نص ما بيش وين تكلو تما قعد نص. حادث كبير سلكنا منه، الشيفور اللي كان يسوق بينا دوبل المازدا الاولى، وبعد حنا عيطنا قلنا له علاش هكا هكذا، زاد دوبل الدوزيام ما خلاش يدوبلي، كي ما خلاش يدوبلي حبط بينا في الكاف، حتى لقينا روحتينا تحت نشهدوا يا اله الا الله محمد رسول الله. كنا حابطين المجبل تاع تكشتا، مع ذاك كنا حابطين واحد الهربيل جا بدا يجيني فينا ودوبلانا، حبينا ندوبلوه ما قدرناش، ما داز ربا هرب، جينا انا ما داز السيد داعي قالنا هربوا لكم فرنا ما مكاش، حب يدور ما قدرش، ما داز طيحنا في الجبل هبطنا تحت وين الواد. هذا ويواصل ارهاب الطرقات بحصد الارواح بالرغم من الحملات التحسيسيه والتوعويه للتقليل منها. نتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين والرحمه لكل المتوفين. في التعاون البرلماني، يشارك رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي اليوم وغدا في أشغال المؤتمر 34 للاتحاد البرلماني بالعاصمة العراقية بغداد، وهذا تحت شعار الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق وسيادته. وعلى هامش أشغال المؤتمر سيجري بوغالي محادثات مع عدد من المشاركين التي ستشكل فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا التي تهم المنطقة العربية، كما ستمثل أيضا سانحة لبحث سبل التعاون والتنسيق في المجال البرلماني. رياضة الآن لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لمرحلة المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، تواجه اليوم شبيبة القبائل نادي فيتا كلوب الأنغولية في ملعب محايد بكونغو برازافيل بسبب عدم تأهيل الهيئة القارية لملعب الشهداء بكينشاسا لاستقبال المنافسات القارية. المباراة ستكون بمثابة فرصة لممثلي الجزائر لكسب نقاط جديدة
جديدة في المنافسة تسمح له بالتأهل إلى الدور القادم، علما أن شبيبة القبائل في رصيده لحد الآن 4 نقاط في مجموعته، فبالتوفيق للشبيبة في هذه المنافسة. كرويا دائما، لكن هذه المرة محليا، حيث تستكمل اليوم الجولة 18 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى بلعب 4 مباريات، ويكون البرنامج على الشكل التالي. مولودية الجزائر تواجه أمل الأربعاء، اللقاء يمكنكم متابعته مباشرة على القناة 6 الشبابية للتلفزيون الجزائري بداية من الساعة 3 بعد الزوال. ومن جهته وفاق سطيف يستقبل نجم مقرى، المباراة منقولة على قناة الجزائرية بداية من الساعة 5 مساء. هذا وسينزل مولودية بيض ضيفا على اتحاد خنشلة، فيما تلتقي شبيبة الصبرة اتحاد بسكرة بملعب 20 أوت ببشارة، وهي المباراة المنقولة على الموقع الرسمي للتلفزيون الجزائري بداية من الساعة 6 مساء. عودة إلى أخبار الوطن. وبالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، حيث تم سهرة أمس الكشف عن الشبكة البرامجية للتلفزيون الجزائري الخاصة بالشهر الفضيل، فبحضور ممثلين عن مؤسسات اقتصادية وقامات فنية وطنية كبيرة. المزيد مع إكرام قاضية. كوكبة من الوجوه الفنية ستطل علينا في رمضان 2023 عبر شاشة التلفزيون الجزائري، تنقل لنا الثقافة الجزائرية وفق برامج ومسلسلات وحصص متنوعة. عندي مشاركة أو مشاركتين في عملين، عمل مع التلفزيون الجزائري بعنوان حارة الشهداء لمهدي تصاباست، بمشاركة مجموعة من الفنانين. إن شاء الله في الخير، ويكون الشعب الجزائري يعجبه الحال. أنا هذا هو البيت تاعي، كنشوف العائلات فرحانين. مشاركة تاعي من خلال التلفزيون الجزائري هذا رمضان إن شاء الله راح تكون عندي حصة فنية واسمها راكم في البال مع كمال، اللي نسلطوا الأضواء على الفنانين اللي نساتهم الناس اللي قدموا لهذا الفن، واللي كما نقولوا احنا لازم الواجب تاعنا ان نعاودوا نحيوهم. تشكيلة برامجية مختلفة بإنتاج داخلي 100% تميز رمضان هذه السنة وتلبي ذوق المشاهد الجزائري. راح نشوفوني ان شاء الله في فيلم ضمة للمخرج يحيى مزاحم، مسلسل درامي راح ينال اعجابكم ان شاء الله. التركيز بان تكون الهوية الوطنية الجزائرية والحكامة الاقتصادية هما المبدأان اللذان رافقا هندسة هذه الشبكة البرامجية التي بلغ فيها الإنتاج الجزائري 100%. التلفزيون الجزائري باختلاف برامجه وتعددها يلامس كل شرائح المجتمع، حتى الأطفال لهم نصيب من برامج رمضان 2023. نهاية هذه النشرة، قدمناها لكم من الإخبارية الجزائرية. نشكر لكم طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.